Hello, how are you? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي حبايب قلبي طلاب الصف الأول الابتدائي أصحاب منهج كونكت بلس 1 Welcome back وحشتوني كتير تعالوا بقى النهاردة نخلص يونت 4 بعنوان On the Farm في المزرعة خدنا بقى المزرعة بحيواناتها بنباتاتها وإزاي وردة الصن فلاور بتنمو كل ده خدناه في يونت 4 النهاردة بقى معانا مع لسن 10 and 11 يعني الدرس العاشر والحداشر هنخلص اليونت 4 النهاردة مع بعض عشان يبقى كده خلصناها وفضل لنا 2 يونتس بس النهاردة بقى بنتكلم عن الهابيتاتس يعني البيئات هو يعني ايه بيئة يا ميس؟ كل ما يحيط بالإنسان والحيوان والنبات هو ده بيئة مش إحنا عايشين وفي حيوانات بتعيش معانا في البلد بتاعتنا بنشوفها في جنينة الحيوانات وكمان في نباتات بنزرعها كل بيئة وليها طبيعتها البيئة دي باللغة الإنجليزية يا يحيى اسمها habitats اسمها إيه؟ habitats يعني بيئة habitat بيئة habitat بيئة habitat بيئة تعالوا نحفظها كده مع بعض دي سهلة قوي ها H A B B I habitat يعني بيئة habitat يعني ايه؟ بيئة habitat بيئة habitat بيئة habitat عندي أول بيئة هي البيئة الصحراوية الصحراء مش الصحراء فيها ناس بتعيش فيها معينة وفيها حيوانات معينة وكمان فيها نباتات معينة ما تقدرش تعيش معانا هنا الصحراء اسمها ايه؟ ساندي ديزرت صحراء ديزرت صحراء ديزرت يلا نكتبها كده مع بعض د د الدي وراها اي عشان الاي بيعمل اه اه فبنقول يا يحيى د د ديز اس اي تاني ار تي ايه ده يا ميس؟ هو انت ليه قلتي ديزرت وهي بالاس يعني المفروض اقول ديزرت نو الاس لما تبقى في النص كده ما بين حرف شقي وحرف شقي الاثنين دول الاس بتتنطق الاس بتتنطق ايه؟ لو هي ايه؟ بين حرفين متحركين يعني اقراولي كده الكلمه دي نوز ليه ما قلتهاش نوس؟ عشان الاس في النص ما بين مين ومين؟ ما بين الاي وما بين الاو ودول حرفين شقاي صح؟ اه يبقى الاس لما تبقى بين حرفين شقاي بنطقها بنطقها ايه؟ يبقى صحراء ديزرت صحراء ديزرت صحراء ديزرت نحفظ بقى مع بعض صحراء ديزرت بس بالاس D E S E R T D E S E R T صحراء desert صحراء desert صحراء desert صحراء desert صحراء desert أما غابة مليانة أشجار اسمها forest اسمها إيه؟ forest يلا نسبل كده مع بعض F O يبقى F O R R R R R يبقى R E forest S S T يبقى forest غابة forest غابة forest غابة forest صحراء desert excellent مركزين معايا الشطار بس اللي بيقولوا ورايا صحراء desert غابة forest غابة forest صحراء desert صحراء desert غابة forest غابة forest low your voice please وطوا صوتكم ماشي ما نتكلمش بصوت عالي please طيب الصحراء دي يا ترى عاملة ازاي فيها ايه الصحراء دي فيها ايه sandy فيها رملة والجو فيها بيكون عامل ازاي؟ حار 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 يعني hot حار يعني ايه؟ hot hot الجو فيها بيكون ايه؟ hot الجو فيها بيكون ايه؟ hot نقول it's hot it's hot it's hot it's hot in the desert it's hot in the desert it's hot in the desert يعني الجو حر بس فين في الديزرت في الصحراء it's hot in the desert it's hot in the desert وكمان sandy
ساند يعني رملة. ساند يعني ايه؟ رملة. لو حطيت لها واي تبقى ساندي يعني مليانة رملة، مليء بالرمال. ساندي ساندي اسمها ايه؟ ساندي. يبقى الجو عامل ايه بقى في الديزرت؟ هوت اند ساندي. هوت اند ساندي يعني الجو حر ومليان رملة. هوت اند ساندي فين؟ وير؟ ديزرت. إن يعني في in that desert. In that desert. أما forest غابة. Forest غابة. يا ترى الغابة دي بتكون فيها إيه؟ يا ترى الغابة دي بيكون فيها إيه؟ حيوانات وأشجار ونباتات، صح؟ يبقى فيها trees يعني أشجار trees، وكمان plants نباتات. طب عايزة أقول يوجد، فاكرين لما كنا بنقول يوجد للمفرد؟ there is. there is يوجد للمفرد. there is للمفرد. there are يوجد للجمع. there are يوجد للجمع. there is يوجد للمفرد. there is يوجد للمفرد. there are يوجد للجمع. there are يوجد للجمع. يعني there is يجي وراها حاجة واحدة ولا كتير؟ حاجة واحدة. يعني أقول مثلا إيه؟ there is a marker. يوجد marker. there is a pen. there is a pen. يوجد قلم. There is a pencil. زي ولا there? There. There is a pencil. يوجد قلم رصاص. There is a book. There is a book. برافو. There is a book. يوجد كتاب. There is a chair. يوجد كرسي. إنما there are بيجي وراها كتير. There are trees. يوجد أشجار. There are plants. نباتات. برافو عليك. there are leaves. اوراق شجر خدناها كتير الفيديوهين اللي فاتوا. leaves يبقى there are leaves. there are قولي يا مريم. there are girls. يوجد بنات. excellent. there are boys. يوجد ولاد. يبقى there is يوجد للمفرد. there are يوجد للجمع. طيب يبقى اول بيئة عندنا نركز مع بعض. أول بيئة عندنا إيه؟ desert. صحراء. desert. يبقى صحراء desert. وغابة forest. غابة forest. كمان في بيئة اللي هي بيئة الأنهار والمحيطات، مش دي بيئة برضو؟ في حيوانات بتعيش فيها وفي نباتات بتعيش فيها. يبقى نهر river. نهر river. river. نهر river. نهر river. نهر river. و ocean يعني محيط. بصوا خدوا بالكوا بقى قوي من النقطة دي. ocean. ايه ده يا ميسي انتي بتضحكي علينا؟ السي دي بنقولها س او ك. لا، لما بيكون فيها وراها حرفين شقاي يجوا بيفضلوا يضايقوها كتير قوي، فبتقول لهم ش، مش عايزة اسمع دوشة، فبتبقى ش. يبقى هقول ocean. ocean يعني محيط. ocean. ocean محيط. ocean محيط. ocean نهر river. نهر river. نهر river. محيط. ocean محيط. ocean محيط. ocean نهر river. نهر river. نهر river. محيط. ocean محيط. ocean محيط. ocean الريفر النهر يا ترى بيكون فيه المية بتاعته حلوة ولا مالحة؟ مالحة. نقدر يعني النهر ده نقدر نشرب منه ولا لا؟ لا. لا طبعا نشرب منه غلط. مية عذبة. نهر النيل مش ده مية عذبة؟ احنا بنشرب منين؟ من نهر النيل. بيوصل لنا نهر النيل مش مية عذبة. لا مية عذبة طبعا. نهر النيل. أيوة نهر النيل اللي بناخد منه المية. مية احنا بنشرب مية المية مية من نهر النيل. أيوة انت بتقول ان مية عذبة. أيوة مية عذبة. مية حلوة بنشرب. أيوة. منها مش مية مالحة. مش مية مالحة انت تلخبط. بصوا بقى، يبقى ريفر نهر بيبقى فيه مية حلوة. المية الحلوة دي اسمها فريش ووتر. اسمها ايه؟ فريش ووتر. فريش. الاس اتش بيعملوا صوت ايه؟ فريش.
وطبعا عارفين ميه ووتر، ميه ووتر، يبقى ريفر في ايه؟ فريش ووتر. النهر في ايه؟ فريش ووتر. اما المحيط اسمه ايه؟ اوشن. اوشن محيط. اوشن محيط. اوشن. يا ترى بقى ده بيكون فيه ميه عذبه ولا ميه مالحه؟ البحر والمحيط بيبقى فيه ميه ايه؟ مالحه. مالحه جدا. الملح اسمه سالت. الملح اسمه ايه؟ سالت. سالت. الملح اسمه ايه؟ سالت. سالت. الملح سالت. ملح سالت. فلو قلت سالت ووتر يعني ماء مالح، ميه مالحه، يبقى there is، يوجد salt water، ميه مالحه، in the ocean، في المحيط. وكمان يا مريم ركزي معايا، there is fresh water، يوجد مياه عذبه. fresh water فين؟ في the river. in the river. in the river. يبقى نهر river، نهر river. محيط ocean، محيط ocean. نهر river، نهر river. محيط ocean، محيط ocean. الريفر بيكون فيه fresh water، ميه عذبه، ميه حلوه. fresh water، fresh، مش هو بيقول لك اشرب عصير fresh؟ الفريش ده يعني جميل، طعمه حلو. fresh water، fresh water. اما salt water، ميه مالحه. salt water، ميه مالحه. salt water، ميه مالحه. يبقى river يعني ايه؟ river يعني نهر. نهر. river يعني ايه؟ نهر. طب لو قلت بقى river nile، نهر النيل. بصوا نايل لازم تكتب الان فيها بتاع كابيتال عشان ده نهر النيل. river nile، river nile، river nile، river nile، river nile، river nile. نهر النيل ده بيعيش فيه بقى انواع كتير من الانيمالز، الحيوانات، زي برافو ياسين، كروكودايل يعني التمساح، كروكودايل، كروكودايل، كروكودايل تمساح، كروكودايل تمساح، كروكودايل تمساح، كروكودايل تمساح، كروكودايل. وايه كمان؟ هيبو، فرس النهر، هيبو، فرس النهر، هيبو، فرس النهر، هيبو، فرس النهر، هيبو. نو، نهر النيل مفهوش شارك، سمكة القرش بتبقى in the ocean، في المحيط. انما نهر النيل اللي فيه fresh water، فيه مية حلوة، بيعيش فيه كروكودايل التمساح، وكمان بيعيش فيه هيبو، فرس النهر، هيبو، فرس النهر، هيبو، فرس النهر، كروكودايل تمساح، كروكودايل تمساح، كروكودايل. وكمان بيعيش فيه الفيش، السمك. وكمان بيعيش فيه الجمبري، تيرتل، السلحفاة. تعالوا نشوف التيرتل بتتكتب ازاي. تير تي يو ار تي ال اي، تيرتل، سلحفاة، تيرتل، سلحفاة، تيرتل، سلحفاة، تيرتل. نركز بقى ونحفظ مع بعض كده. What are the animals in the river أو in the near river Nile؟ إيه الحيوانات اللي في نهر النيل؟ كروكودايل، كروكودايل، تمساح، هيبو، فرس النهر، فيش، السمك، وكمان تيرتل، السلحفاة، تيرتل، سلحفاة، تيرتل. طب يا ترى في نباتات بتتزرع جنب نهر النيل؟ طبعا في نبات اسمه بامبو. نبات البامبو، نبات بامبو، اهو النبات ده شكله كده، اسمه بامبو، بي اي ام بي دبل او، بامبو. نبات البامبو، نبات الايه؟ بامبو. نبات بامبو، نبات بامبو. وكمان نبات البردي، نبات البردي اسمه بابايروس، بابايروس. ده شكله اللي قدامكم، تعالوا بقى نكتبه. وكمان البنانة بابايروس اسمه ايه؟ بابايروس. نبات البردي
بابايروس نبات البردي. 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 بابايروس. يبقى عندي نوعين من النبات بينمو in the river Nile, البامبو وكمان بابايروس. بامبو بابايروس. بامبو بابايروس. بامبو بابايروس. برافو ياسين. كمان البنانا بلانت, شجر الموز او نبات الموز بيتزرع كمان. بنانا بلانت. بنانا بلانت. بنانا بلانت. بنانا بلانت. بنانا بلانت. بنانا بلانت يعني نبات الموز او شجر الموز, برضو بيكون in the river Nile, في نهر النيل. يبقى عرفنا كده اللي في نهر النيل, البامبو نبات البامبو, نبات البابايروس اسمها ايه؟ بابايروس. وكمان البنانا بلانت, البنانا بلانت. طب ايه الانيمالز؟ What are the animals in the river Nile? كروكودايل. تيرتلز. هيبوس. فيش. برافو. هيبو. حرف الاي بنقول هيبو. فرس النهر. هيبو. فرس النهر. هيبو. طيب تعالوا بقى دلوقتي نقرا الدرس سريعا كده ونحل ونشوف الشطار مركزين معايا وهيعرفوا يحلوا. ولع بقى القصه دي. ديزرتس يعني ايه ديزرت؟ يعني الصحراء. ديزرتس الصحراء. الصحراء الكتير بقى. are usually hot. hot. and sandy. هي حارة ومليئة بالرمال. there isn't. يعني ايه there isn't؟ there لا يوجد. مش احنا قلنا there is يوجد للمفرد. there isn't لا يوجد. there isn't لا يوجد. a lot of rain. مفيش rain مطرة. خدناها الحصة اللي فاتت. مطرة rain. مطرة rain. طيب تعالوا نشوف in forest. يعني ايه forest؟ الغابة. الغابة. excellent. يعني ايه forest؟ الغابة. in forest في الغابات. في. there are. يوجد. lots of trees. يوجد اشجار كثيرة. and other plants. ونباتات اخرى. وكمان فيها leaves. اوراق شجر. طيب rivers have fresh water. rivers have fresh water. يعني الانهار بتملك ايه؟ fresh water. rivers have fresh water. rivers have fresh water. طيب oceans have salt water. oceans have salt water. يعني المحيطات عندها ماء مالح. Oceans have salt water. Oceans have. طيب بيسألنا بقى what habitats, ما البيئات are in Egypt اللي موجودة في مصر. In Egypt there is a river and a desert. في بيئة النهر عشان احنا عندنا نهر النيل. وكمان في desert, في صحراء في مصر. يبقى احنا عندنا بيئتين في مصر. هل عندنا بيئة الغابات؟ لا مش عندنا. ماشي. طيب تعالوا نقرا, تعالوا نقرا القطعه الثانيه. lots of animals, كثير من الحيوانات. live in the river Nile, بيعيشوا في نهر النيل. طيب some of these are, دول بقى مين؟ يلا انتوا بقى اللي قولوا لي. what are the animals in the river Nile? crocodile. hippo. turtle. and fish. برافو. طيب lots of plants, نباتات كثيرة. grow in the river Nile. what are the plants? بامبو. بامبو نبات البامبو. بابايروس. بابايروس نبات البردي. بانانا بلانت. excellent ياسين. طيب تعالوا بقى نشوف يعني ايه. اول سؤال يعني ايه الديزرت؟ يعني ايه الديزرت؟ يعني صحراء. الصحراء. excellent. يعني ايه اوشن؟ نمبر 2 اوشن. النهر يعني اوشن. البحر. المحيط. بحر يعني سي. نهر محيط. اوشن محيط. اوشن محيط. اوشن يعني
يعني ايه فورست؟ غابة. فورست يعني ايه هيبو؟ يعني ايه كروكودايل؟ يعني ايه تيرتل؟ اكسلنت. طيب تعالوا لسؤال اللي تشوز animals and plants. ركزوا بقى معايا يا مريم. animals and plants live in different. يا ترى الحيوانات والنباتات live in different schools. بيعيشوا في schools لا. ولا habitats ولا houses. habitats بيعيشوا في بيئات. habitats. number two, there are يوجد lots of trees. أشجار كتير. in the A. forest. excellent. in the forest. في الغابة. number three. مين اللي have. ركزي معايا عشان نشوف مين الشاطر. مين اللي have fresh water. الأنهار. طيب. طيب قولوا لي أنتوا بقى. number four. oceans have. salt water. excellent. salt water. excellent يحيى. oceans have salt water. oceans have salt water. number five. deserts are hot. deserts are hot. and sandy. sandy. excellent ياسين. hot and sandy. حر ومليانة رملة. number six. there isn't يعني لا يوجد a lot of rain. مطر كتيرة. in مفيش مطر كتيرة. in the desert في الصحراء. طيب برافو عليك يا شطار. number 7. the river Nile. نهر النيل is very. استنوا بقى عشان دي ما قلتهاش. is very salt. No. is very long. ولا short. No. نهر النيل long. نهر النيل long. كمان بيقول لنا ان the river Nile is the longest river. أطول نهر. The longest river. أطول نهر. The longest river. أطول نهر. طيب تعالوا number 8. crocodiles, hippos and fish. live ولا fly ولا run؟ live in the river Nile. بيعيشوا في نهر النيل. live in the river Nile. طيب number 9. يلا يا حلوين. plants grow. النباتات بتنمو. on ولا in ولا next to the river Nile. next to يعني بجانب. next to بجانب. number 10. bamboo and papyrus. هما دول ايه؟ نباتات. يعني ايه نباتات؟ plants. نباتات. plants. ده الفيديو اللي فات. نباتات. plants. نباتات. plants. في الريفر نايل. لا نو. البامبو والبابايروس بيتزرعوا فين؟ near the river Nile. بجنب نهر النيل. طيب هقول لكم وتقولوا لي true or false. number 1. hippos live in the desert. No. hippos. اللي هم مين hippos؟ يعني اللي هم فرس النهر. live in the desert. لا. طيب هم بيعيشوا فين؟ بيعيشوا في الريفر. in the river. طيب forests have lots of trees. No. forests. Yes. طبعا الغابات فيها ايه؟ trees كتير. number 3. deserts are hot. Yes. number 4. rivers. ركزوا معايا. rivers have salt water. No. Fresh water. rivers have fresh water. طيب number 5. the river Nile is in Egypt. Yes. طيب تعالوا بقى هنا في الصور اللي قدامنا دي. احنا عندنا كلمة oceans المحيطات. long طويل. crocodiles التماسيح. deserts الصحراء. مين دي اللي are hot؟ desert. desert الصحراء.
The river Nile is. Okay, بس يمك. The river Nile is a. نهر النيل is a. Long. مش طول. Long يعني طويل. طيب مين الصورة دي؟ الصورة دي ايه؟ Crocodiles. Crocodiles live in the river Nile. طيب مين ركزوا. Have salt water. Oceans. المحيطات. Oceans have salt water. Oceans have salt water. طيب تعالوا هنا في جمل الترتيب عشان نرتبها. Have water rivers fresh. احنا حافظينها. Rivers. Rivers. Fresh water. Rivers have fresh water. Rivers have fresh water. Type number two. Is with this a plant or a banana? A plant. الأول في is with this a plant or a banana. This is. هذا يكون. Is a plant. Banana ولا banana plant? Banana plant. This is a banana plant. This is banana plant. وبكده خلصنا يونت 4 كله. Yay! Yay! ان شاء الله كده حلينا معاه وتحفظوا. Yes! تحفظوا بقى الحاجات دي اللي احنا كتبناها ونعمل الترانسليت اللي انا بكتبها كل مره. وانتوا كمان لو على الفيسبوك او على اليوتيوب قناه اتعلم مع مريم ومعاكم مس سلمى طارق. شوفونا على الفيسبوك واليوتيوب وكمان شوفونا على التيك توك والكواي. اي مواقع تواصل اجتماعي هتلاقوا اللينك بتاعها في صندوق الوصف او في اول كومنت لو انتوا على الفيسبوك. ما تنسوش تقدرونا بقى وتقدروا تعبنا ده بلايك وكمان تعملوا شير لاصحابكم عشان كلكم تتفرجوا على الفيديو. باي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سي جود باي. باي.